هي حاويه كبيره تاخد لها من 10 ل 12000 قطعه. تمام، بس انا عاوزها في حدود 4 ايام، انت عارف مفيش وقت لان انت موسم الشتاء خلاص يعني. 4 ايام؟ الحمد لله والله وصلت المحل اهو، بس الاكسسوار هنا عايز الراي اللون ده عشان تيكا كونتاش تيكا تاني شقي فوق اني فاتو بينجو تيكا ماينا توصل عشان تيكا كونتاش. واو، هنا بقى هو عامل ايه هنا؟ اسمي هانلي، جئت من مصر، عمري 39 عام، جئت الى الصين منذ 6 سنوات، فتحت شركة التصدير والاستيراد والشحن. النوع الثاني شوان ما فيش دي اتش يومي وسما دي اتش ال كان هناك 4 أشخاص في بداية الشركة. مع تنمية الشركة زادت أعمال التصدير والاستيراد والشحن في الآونة الأخيرة. تم توزيع حجم الشركة ولدينا 15 شخص الآن. الشركة لديها 4 أجانب بما فيهم أنا، أما باقي الأشخاص كلهم صينيون. كل شخص مسؤول عن المجال الخاص به، أنا مسؤول عن التصدير والاستيراد والتخزين.